تلك الطرقات الخفيفة نغمة تطرب محمد من العام للعام للانتهاء من صناعة هذه الفوانيس بتصميماتها الفريدة، خبرة تضاهي سنوات عمره الخمسين. واخدها وراثة عن والدي بقالي 30 سنة فيها. وبعدين دي أصلا في مكان بيعمل الشغل دوت، بيقطع الصفيح دوت، وبيجيبوا لنا احنا بن ايه؟ بنجمعه، نجمع ازازه ونجمع صفيحه وكله. بس عيد رمضان من بعد العيد الصغير الورش بتشتغل، التجار بييجوا بياخدوا شغل من بيخزنوه عندهم، فهمتني؟ بيتخزن لغايه نص رجب، ويبتدوا بقى التجار يطلعوه يعملوا فروشه زي دي كدهوت ويعرضوا الشغل كله. الحفاظ على هذه العادة السنوية دفع كثيرين للنزول والاحتفال بشراء فانوس رمضان رغم التباين في الأسعار. في الرخيص وفي الغالي، بس الأسعار طبعا يعني تعتبر على الناس غالية، يعني مش زي السنين اللي فاتت. يعني اشتريت فانوس وشميل، والفوانيس كلها حلوه السنه دي احسن من السنه اللي فاتت. السنه دي غير السنه اللي فاتت خالص، ولا حاجه. احنا السنه فاتت كنا قاعدين في بيوتنا، فاحنا نزلنا اشترينا وجبنا والحمد لله الدنيا يعني احسن من السنه اللي فاتت كتير كتير كتير. والله يعني الاسعار كويسه، هي غلت شويه بس يعني احسن. أما الباعة ففرحتهم بدخول رمضان كبيرة بعد ركود العام الماضي بسبب وباء كورونا. السنة دي الناس غريبة، نازلة بتاخد الفوانيس بطريقة فوق ما تتصور. احنا مش طبيعيين، بقالنا 20 يوم، هم 5 أيام في رمضان راحة، 6 رمضان نبدأ للسنة الجديدة. طقوس الاحتفال بشهر رمضان تبدو واضحة هنا في منطقة الدرب الأحمر بوسط القاهرة، لتشهد حركة البيع سباقا مع الزمن قبل دخول الشهر الكريم. على مدى عقود ظل الفانوس أحد أهم الموروثات الثقافية للمصريين وجزءا من أجواء الشهر الكريم، أما صناعته فقد واجهت تحديات عديدة وما زال أصحابها يكافحون من أجل الحفاظ عليها. مي عدلي، الحرة، القاهرة.